سليم يحب أكل الحلوى، قال لأمه أريد بعض الحلوى فأنا جائع. قالت الأم ما رأيك يا سليم أن نحضر سلطة الفواكه اللذيذة معا؟ إنها حقا مفيدة. تحمس سليم وقال هيا بنا. قطع سليم الموز والكيوي والفراولة، وقطعت ماما التفاح والبرتقال والمانجو، ثم وضعوا الفواكه كلها في طبق واحد وأضافوا عليها العسل اللذيذ. حقا إنها سلطة لذيذة مفيدة.